كان يوم تأطيري ويوم تكريم المرأة القروية داخل هذه الجماعة. كان يوم حوار ومناقشات بخصوص العمل الجمعوي الذي يمكنها أن نقدمه للمرأة القروية داخل هذه الجماعة. فكان المقترح من أشهر قليلة أو من أسابيع أنه لازم يكون عندنا مؤسسة أو تعاونية لتمثل يد العاملة القروية اللي كتساهم المرأة في إنجاح المجتمع السليم وإنجاح المجتمع الاقتصادي كتكامل وتكافؤ مع الرجل. فكان اليوم بحضور كثيف من أطر مختلفة، أطر رسمية وغير رسمية، أطر جمعوية. كانوا معنا بعض رئيسات الجمعيات اللي هما في المجتمع المدني بالمنطقة نفسها، كانوا معنا بعض المؤطرات، كانوا معنا بعض الجهات المختصة اللي كانت معنا السيدة نادية تهامي نائبة رئيس الجهة، كانت معنا نائبة سيد رئيس الجماعة. فكنا سعيدين وفخورين باللقاء هذا، وحتى الابتسامة والنظرة من المرأة القروية كانت مبينة على عيونها باللي فرحانة بهذا اليوم الأصيل بالنسبة لها، اليوم التكويني، اليوم التأطيري، يوم اللي غادي نرسمه فيه بسمة الأمل بالنسبة للمرأة القروية. فإن شاء الله نحن قدمنا ملف لهذه التعاونية اللي غادي تكون في هذه المنطقة هذه، ونتمنى من المسؤولين المختصين يقدموا لنا يد العون، يقدموا لنا يد المساعدة، يفتحوا لنا بيبان وأفاق، يفتحوا لنا مجال اللي نشغلوا فيه المرأة القروية في هذه المنطقة هذه. مبادرة مهمة جدا في إطار أولا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، وتكريما للمرأة المغربية بصفة عامة والمرأة القروية بصفة خاصة، ثم شرح منهجية وكيفية تأسيس جمعيات المجتمع المدني وكذلك التعاونيات. وفي هذا الإطار حضروا مجموعة من النساء من منطقة من جماعة أغبال للحضور أو حضرت مجموعة من النساء في هذا اللقاء وفي هذه الندوة لمعرفة كيف يمكن لهذه النساء أنهم يأسسوا تعاونية، وبالتالي كيفاش يمكن لهم يساهموا فيها. وفي هذا الإطار قمت أنا بشرح يعني منهجيات هذا يعني تكوين التعاونيات بالاعتماد على القانون 112-12، وكذلك بالاعتماد على مجموعة من الآليات التي يمكن لأي يعني مجموعة نسائية أنها تنشأ الجمعية ديالها. كان هناك يعني مشاكل طرحت من هذا النساء كتعلق فيما يخص دعم هذه التعاونيات، الدعم المادي لهذه التعاونيات، كذلك فيما يخص التكوين لهذه التعاونيات، يعني النساء اللي غادي يكونوا التعاونيات، وكذلك كان يعني طرح إشكالية وإكراه كبير ألا وهو مشكل التسويق ومشكل ترويج هذه المنتوجات التي سوف ينتجونها. حميناس رئيس جمعية أغبال التنمية الاجتماعية. كما شتي اليوم فعرف لقاء يوم دراسي لفائدة النساء، تخلله تكريم فعاليات نسائية تنشط في عدة مجالات وقدمت خدمات جليلة لجماعة مجلس أغبال.